عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقطعة القماش دي. موديل رائع جدا جدا ومحتاج مليون لايك ومحتاج مليون مشاهدة، وبشكركم جدا على دعمكم. ويلا نبتدي مع بعض على بركة الله، ومننساش اللايك الجميل من اجمل متابعين في الدنيا. الموديل ده يحتاج مني قطعتين يكونوا قد بعض بالظبط، قطعتين يكونوا قد بعض بالظبط اهو، تمام؟ قطعتين منفصلين تماما من كل الجهات زي ما حضراتكم شايفين كده، ويكونوا قد بعض بالظبط. يعني ايه؟ يعني لو هنا 60 يبقى هنا 60، لو هنا 80 يبقى هنا 80، هنا 50 يبقى هنا 50، تمام؟ طيب لو انا هعمل جونيلا او تنوره او سكيرت، لو انا هعملها بنوته صغيره هحتاج نص متر بس، تمام؟ وكل ما بزود سنتين على عمر البنوته بحتاج ربع متر زياده. تاني، عشان اعمله بنوته صغيره بحتاج نص متر بس، وكل ما بزود سنتين على عمر البنوته بعمل ايه؟ بزود ربع متر بس. ودي قاعده في معظم الموديلات بتاعه الاطفال. طيب انا كده بطبق اهو قطع على بعضها متساويه. اعرف ازاي ان القماش بتاعي متساوي؟ الاول ان انا بعمل كده بطريقه الاشارب اهو، تمام؟ فما عنديش زيادات. طيب طبقوا كده، لو عايزه تطبقي كل قطعه لوحدها مفيش مشكله، هي الحكايه، عايزاهم كلهم مره واحده برده مفيش مشكله اهو. بطبق بالشكل ده، هي زي ما قلت لكم، وبطبق تاني اصبحت معايا ايه؟ مربعه. ممكن احط القطعه التانيه عليها وبرده بتطبق، تمام؟ بحط المزور على وسط البنوته واشوفها كده مستريحه بالظبط كده، شكلها كده حلو مظبوطه. فرقت 70 سنتي، 70 سنتي بالشكل ده اهو، حطيت على المزورة ده الوسط عندي، ورحت واخده القياس كده على 4 اهو، شايفين؟ على 4، تمام؟ ورحت واخداها هنا عند الجزء ده كده عشان اعرف القياس بتاعي اهو. عايزه تزودي اكتر من كده عشان تعملي استك زودي، هي ما فيهاش مشكله، تمام؟ في كل الاحوال مظبوطه باذن الله. ده اسهل موديل، يعني يعتبر بدون باترون. يعني ايه بدون باترون؟ يعني انا اهو عملتها مربعه، تمام؟ انا مش هعمل حاجه غير اني بس مثلا اهو اي رقم هنزله، اي رقم، لان انا لو هعمل استك فكل ده هيتجمع معايا بالاستك فما فيهوش مشكله. اي رقم، تمام؟ لو انا هجمع بالاستك، لو انا مش هجمع بالاستك فانا بنزل كده 16 سنتي لل 15 سنتي اهو، زي ما انتوا عايزين. عشان كده بقول لك هي بدون باترون. ليه بقى؟ لان الاستك هيجمع لك اي اخطاء، لو حسيتي لا قدر الله ان في اخطاء او الوسط وسع منك، لا الاستك هيجمعه، ودي من الناس اللي بتخاف جدا جدا من القص اهو. بسيط كده، طلعي كده حاجه بسيطه كده فوق الرقم اللي انت واخداه ده، مجرد تدريب ونموذج بس. شايفين انا ما عملتش اي حاجه، كل الحكايه القماشه طبقتها على 4 كانها زي الفوطه بالظبط، واخدت الدوران ده اهو بس، تمام؟ نفس الحكايه الثانيه زي ما قلت لكم، هنعمل استك، والاستك اللي انا هستخدمه استك مطاطي. يعني ايه مطاطي؟ يعني اللي هو عرضه بالشكل ده اهو، وبرده هحطه على وسط البنوته عشان اعرف ان هو مظبوط، تمام؟ ما بحبش ان انتوا تحفظوا ارقام. نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا اهو، شايفين؟ ما عملتش حاجه غير ان انا ايه، حطيت المربع الاول على المربع الثاني وخلاص، هو ده اللي انا عملته اهو، خلاص كده. بفتح المربع بتاعي وبفتح المربع الثاني عكسه، يعني عكسه، يعني بحط الجزء ده كده هنا والجزء ده كده هنا كده، انا عملتهم عكس بعض اهو، تمام؟ وباخد الجزء ده كده علشان اجمعه باستك اهو، شايفين؟ طيب وعشان اجمع باستك هاخد قمر خارجي اللي انا هجمع فيه الاستك اهو، ده القمر بتاعي عرضه كده حوالي 14 سنتي عشان لسه خياطات،
وطوله كده الكمر كله طوله 70 سنتي على قد الوسط، 70 سنتي على قد الوسط. هنشوف الخياطة. الأول حاجة أريح نفسي منها إن أنا أخيط المربع كله من تحت كده أسفل، أريح نفسي، ولو عايزة أحط دانتيل أحطه، بعد كده أركب الكمر. باخد أول مربع كده تنيتين صغيرين أهو، بسم الله، وامشي على الحرف بالظبط. جونيلا دي حلوه لان هي مش دائريه، فهيبقى سهل قوي انك تتنيها بالشكل ده، وبسهوله جدا تخيطيها على الحرف اهو بطريقه سلسه بس بالراحه عشان الخياطه ما تطلعش معاكي معوجه اهو. هاتي متر ولا مترين ميلايات سرير، هتلاقي سعرهم رخيص جدا وماشي ناعمه جدا جدا، حتى لو عندك مكنه سنجر سودا هتلاقيها ماشيه بطريقه سلسه قوي لو بتتعلمي الخياطه لسه جديد. ده افضل قماش انك تتعلمي عليه خياطه. من ناحيه هيمشي على المكنه بسهوله اهو، ده كده شكل الخياطه، ومن ناحيه تانية قماش رخيص اتمرني فيه عشان ان شاء الله ربنا لما ربنا يكرمك كده ان شاء الله تحتاري في الخياطه تشتغلي في القماش الغالي على طول. لكن انا ضد ان انت تكوني لسه مبتدئه او لسه تتعلمي وتجيبي قماش غالي ويبوظ منك لا قدر الله، لا، ده القماش اللي بتتعلمي عليه اهو. وفي نفس الوقت هو في البيت عايزه تلبسيه لاولادك، فرحانة ان انت عملتي حاجة منه حلوة لبستيها لهم في البيت طبعا اهو. كده خلاص خيطت المربعين بالكامل من الاسفل، ودلوقتي هشتغل في القمر. تركيب القمر ليه اكثر من طريقة، لا عايزاكي تتعقدي ولا تلتزمي بحاجة معينة ولا الكلام ده كله، تمام اهو. يا اما تخيطي الجزء ده كله وبعد كده تقلبيه وتدككي الاستك زي ما انت عايزه، هركب الاستك الاول زي ما انت عايزه، محدش يقدر يلزمك بحاجه تصعب عليك الامور اهو. مكانتك اللي انت قاعده عليها حته قماشه مش غاليه، انا بتعلم انا هحترف ان شاء الله، انا كل ده هتعمليه ان شاء الله بدون ما تضايقي نفسك ولا تتعصبي ولا اي حاجه. انا بثبت الاستك اهو، اكتر من طريقه تقدري تركبي بيها الاستك. انا ثبته هنا الاستك اهو، واخدت القطعه دي كده ومشيت جنب الاستك ما دوستش عليه اهو جنب عشان لما احب اشد منه اشد اهو، بسيطه جدا. عملنا لايك ولا نسينا؟ بيزعل جامد اللايك جامد، تحس ان هو يعني كاني ساعات ناس بتعتبرها كانها اهانه لما بقول لحد اعمل لايك كاني بالظبط اهاني يعني. سبحان الله، والله هي اللايك ده حاجه بسيطه جدا يا جماعه، والله ما بيكلفش حاجه، والله ما بتدفع عليه فلوس، مجرد ما تنزلي دلوقتي حالا تعملي لايك فانت كده زي اللي قلت لام عبد الرحمن شكرا بس. والشكر لله طبعا وفضل لله اولا واخيرا على كل شيء. شايفين ادي الاستيك معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، انا لسه هنا ما خيطتش وهنا لسه ما خيطتش، هنا تقدري تثبتي بقى كده خلاص الاستيك اهو عشان ما يخرجش بالشكل ده. اول حاجه قبل ما اركبه في الجونيلا بتاعتي هاخد الكمر ده كده على البنوته على وسط البنوته والفه عليها اهو، هتلاقي شكله بالشكل ده، الف عليها لقيته مظبوط حلو قوي، لقيته لا واسع يبقى الجنب التاني ده اللي انا ما خيطتش منه الاستك اهو زي ما انا عايزه، شايفين اهو زي ما انا عايزه بشد، لقيته مظبوط خلاص كان الله بصوا اهو، كان الله في عون الناس على الاسعار الغاليه على الملابس الغاليه، صراحه الواحد بيبقى متضايق على جونيلات صغيره وبسيطه واسعارها خياليه جدا بصراحه. هو ما يستاهلش، هو نص متر من القماش مش هيكلف حاجه، وشويه دانتيل وكورنيش تبص تلاقي الجونيلا ضربت في 200 و260 جنيه على ايه ما اعرفش، مع انه تعليمها سهل وبسيط. طيب حاجه ثانيه عايزه اقول لك عليها، عايزه تشيلي الزياده هنا دي شيليها، عايزاها كتطويل للجونيلا مفيش اي مشكله، ال 2 سم دول كتطويل مفيش اي مشكله، تمام؟ ما تنسيش ان احنا عايزين نعملهم عكس، يعني ايه عكس؟ يعني انا بفرد دي كده واعمل المربع الثاني عكسه بالظبط اهو، بروح واخد الجزء ده كده اهي اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده بالعكس، وببتدي بقى اخد الطرف بتاع الاسك اللي انا عملته واركبه في الاثنين بنفس الطريقه، لو عايزه تدبسي دبسي زي ما انت عايزه.
انا ركبته بالجزء الزياده بتاعه ده عشان برضو يديله شكل حلو. اهو من يكون واضح. لغايه ما اوصل للخط القفله ده واقفل الكاميرا على بعض. اهو يا جماعه دي الجونيلا بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، عباره بس يعني شريط دانتيل كده وخلاص. اهي الغاليه اللي في المحلات اللي يعني مش عايزه اقول لكم هي ما تسويش حاجه، ده كلها نص متر بس، وبتحط التزيين اللي يعجبك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال على رضاكم واستحسانكم، وبشكركم جدا جدا، وما تنسوناش اللايك الجميل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.